بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هندخل في شيت رقم 5 في المساحة المستوية سنة أولى عمارة إن شاء الله، اللي هو شيت الأريا أند فوليوم. إن شاء الله أول حاجة بس أحب أوضحها، الشيت فيه أفكار عبارة عن إيه أو إيه الطرق اللي إحنا هنستخدمها في حل الشيت. أول حاجة إن شاء الله طريقة حساب المساحة. عندي طريقتين أو حاجتين أساسيتين من حساب المساحة، إما إن المساحة تكون حاجة غير منتظمة، أو تكون المساحة ليها حدود والحدود دي ليها إحداثيات معينة، شكل مغلق ليه إحداثيات معينة زي الترافيرس كده مثلا. طيب بالنسبة لو كانت حدود ليها أو الأريا بتكون غير منتظمة الشكل، ليها 3 طرق. أول طريقة اللي هي المين أوردينيت ميثود، اللي هي طريقة متوسط الأعمدة. تاني طريقة اللي هي الترابيزويد الرول، اللي هي طريقة شبه المنحرف. تالت طريقة اللي هي سيمسون رول، طريقة سيمسون. فنبتدي حاجة حاجة بس، يعني نسلط الضوء كده على القوانين اللي احنا هنستخدمها في حل الشيت سريعا كده. أول طريقة في حساب الأريا عندي اللي هي إيه؟ اللي هي المين أوردينيت ميثود. المين أوردينيت ميثود دي الفكرة بتاعتها إيه؟ أنا عندي مثلا قطعة أرض بالشكل ده، الشكل اللي هو ده هنا كده، الجزء ده جزء عبارة عن كيرف. الجزء ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن كيرف. طيب دلوقتي أول حاجة لازم أبقى عارفها إن قطعة الأرض دي مش في، يعني الرسمة اللي قدامي دي مش إليفيجن، دي رسمة في البلان، يعني الكلام ده أكنه على الأرض. فالقطعة دي الحدود بتاعتها متساوية بالشكل ده من هنا، ولكن الحد الأخير ده حد غير متساوي بالشكل ده كده. ففي الطريقة دي أنا عايز أحسب المساحة. طب أحسب المساحة إزاي؟ الفكرة كلها أنا بعمل إيه؟ إن أنا بجيب الشكل أو الضلع الغير منتظم ده وأحوله لضلع منتظم، بحيث إن الشكل اللي يتكون عندي يبقى عبارة عن مستطيل بالشكل ده كده. فالكيرفات اللي كانت موجودة هنا دي بقت عبارة عن دلوقتي خطوط الداش دي. فبالتالي لو أنا عايز أجيب مساحة المستطيل، مساحة المستطيل بتساوي إيه؟ بتساوي الطول في العرض. طيب الطول اللي هو مثلا كل الضلع ده كله، فبالتالي الطول ده عبارة عن إيه؟ اللي هو ال L داش عندي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سميشن ال L. يعني لو انا مسمي المسافة ما بين العمود والعمود ده L، فبالتالي الطول اللي هو سميشن ال L ده باعتبار ان كل ال L دي متساوي. طيب ايه هو العرض بقى؟ انا عندي دلوقتي كذا عرض، ايه هما؟ اللي انا عندي H1 و H2 و H3 و H4 وهكذا، كل دي عروض عندي. فانا اخد اني عرض عندي في الحالة دي؟ انا حولت الشكل لمستطيل، فبالتالي المستطيل ده بقى ايه؟ مستطيل افريج او متوسط. فبالتالي الاتش او العرض اللي عندي دي هتبقى اتش مين؟ الاتش المتوسطه. طيب علشان اجيب الاتش المتوسطه يبقى هجمع كل الاتشات اللي عندي واقسمها على عدد. فبالتالي نوصل للقانون بتاع الطريقه اللي هي المين اوردينيت ميثود، اللي هو بيساوي الاريا بتساوي ايه؟ بتساوي ال داش في الاتش مين. ال داش دي اللي هو سميشن ال اللي عندي كل مجموع الاطوال دي. طب والاتش مين اللي هو الارتفاع المتوسط، اللي هي سميشن الاتش مجموع الاتشات على الان. دي كانت اول طريقه. طيب تاني طريقة اللي هي طريقة الترابيزويد الميثود، طريقة أشباه المنحرفات. طيب في الطريقة دي الفكرة بتاعتها ايه؟ ادي نفس قطعة الأرض اللي فاتت، والشكل بتاعي أو الكيرف بتاعي موجود أهو زي ما هو. في الطريقة اللي فاتت اللي هي طريقة متوسط الارتفاع كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب من أول عمود وأوصل خط لآخر عمود بحيث إن أنا أقلب الشكل المستطيل. طب بس أنا لو خدت بالي هنا إن الكلام ده مش دقيق، ليه؟ لأن أنا هلاقي مثلا الجزء ده أنا أهملته. مثلا الجزء ده انا خدته معايا مثلا زياده وهكذا. ففي الاخر الكلام ده مش دقيق بدرجه كبيره. طيب علشان ازود الدقه او الاكيورسي بتاعتي في الحل بعمل ايه؟ بستخدم طريقه اشباه المنحرفات، اللي هي باجي ما بين كل عمود والتاني والجزء الكيرف اللي عندي ده هو اللي بخليه خط مستقيم. فبالتالي الشكل بقى عندي عباره عن ايه؟ بقى الشكل ده كده شبه منحرف. طيب الجزء اللي بعده نفس الكلام، بدل الكيرف اللي موجود على حد الارض ده مثلا بخليه هو كمان ايه؟ خط مستقيم. فبالتالي بقى الشكل ده كده شبه منحرف وهكذا، وده شبه منحرف وشبه منحرف وشبه منحرف وشبه منحرف. وبالتالي بقى عندي مجموعه من اشباه المنحرفات. طيب انا دلوقتي مساحه شبه المنحرف بتساوي ايه؟ متوسط طول القاعدتين صح في الارتفاع. طيب يعني لو بمثلا انا جيت اشتغل عايز مساحه الجزء ده لوحده دلوقتي، فالمساحه هتبقى بتساوي ايه؟ متوسط طول القاعدتين اللي هي ايه دلوقتي؟ اللي هي اتش 1 زائد اتش 2 على 2 في الارتفاع اللي ما بينهم اللي هو كام؟ اللي هو ال L. وبالتالي اجمع المساحه دي على المساحه دي على المساحه دي وهكذا، وفي الاخر تبقى دي مساحه الاريا كلها. طيب احنا
نفس الطريقه دي او نفس الفكره دي، جمعنا المساحات وحطيناها في قانون، بدل ما انا اقعد اجيب ده الشكل ده لوحده وده لوحده وده لوحده وده لوحده وهكذا، اتعملت في قانون. ايه هو القانون؟ هقول ان الاريا بتساوي ال على 2، ايه هو ال؟ المسافه ما بين العمود والتاني، مش ال، مش الطول الكامل للارض، لا، المسافه ما بين الاعمده، يبقى ال على 2 مضروبه في اتش الاولى اللي هو اول ارتفاع في قطعه الارض عندي، زائد اتش الاخيره اتش ان اللي هي الاتش الاخيره، زائد 2 في باقي الاتشات، زائد ايه؟ 2 في باقي الاتشات. طيب ليه انا قلت الكلام ده؟ لان انا لما اجي اجمع الاريا دي زي ما احنا قلنا اللي هي ايه، اتش 1 زائد اتش 2 على 2 مضروبه في ال، طب الاريا دي اتش 2 زائد اتش 3 على 2 مضروبه في ال، فبالتالي لو خدت بالك هنا لاحظت ان الاتش 1 ما اتكررتش، دخلت مره واحده بس معايا، انما الاتش 2 دي اتكررت مرتين. ليه؟ لانها حد مشترك ما بين المساحه الصغيره دي والمساحه الصغيره دي، ونفس الكلام لاريا 3 ونفس الكلام لاريا 4 و5 و6. نيجي للاريا 7 الاخيره برضو، هي ما دخلتش الا مره واحده لانها مشتركه في، او هي الاريا او الحد اتش 7 ده هو الحد الخاص باخر اريا بس. فمن هنا عملنا القانون ده، ان احنا خدنا ال على 2 ده عبارة عن عامل مشترك ما بين، وانا بجمع الاريات دي كلها، فطلعت ال على 2 بره، واتبقى لي عندي بقى ايه؟ الاتش الاولى مش مضروبه في حاجه، والاتش الاخيره مش مضروبه في حاجه، زائد 2 في باقي الاتش، يبقى القانون من هنا بالشكل ده. طيب لو خدت بالك، لو انا جيت اطبقه على المثال ده، هقول ال على 2 ودي دي ال، هي عندي ال على 2 في اتش 1 زائد اتش 7 اللي هي الاتش الاخيره، زائد 2 في اتش 2 و3 و4 و5 و6 في باقي الاتشات اللي في النص، يبقى ده القانون. وخلي بالي من حاجه، ان شايفين ال ال ده او الاتش ده، لازم الارتفاع بتاعي ده او العرض بتاعي ده يبقى عمودي عليه بالشكل ده، لازم يبقى ايه؟ عمودي عليه بالشكل ده. طيب دي كانت تاني طريقه. طيب تعال نشوف تالت طريقه. تالت طريقه اللي هي طريقه سيمسون. طريقه ايه؟ طريقه سيمسون. طبعا دي ادق من الطريقتين التانيين، يبقى دي ايه؟ ادق الطرق اللي عندي. تمام تمام. بتتعامل مع قطعه الارض على انها ايه؟ على انها زي ما هي كده، يعني الكيرف ده انا ما بلعبش فيه، بعمل شويه تكاملات، ده اصل الطريقه يعني قبل ما نوصل للقانون. التكاملات دي بتعتبر ان الجزء، ان الكيرف ده جزء من قطع ناقص، يعني زي ما هو كده، بارابولا زي ما هي كده، فبالتالي بتتعامل على قطعه الارض بنفس حالتها، فبالتالي دي ادق حاجه. انما انا في الطريقتين اللي فاتوا كنت بحول الايدج اللي مش ثابت ده الى حاجات ثابته، سواء كان مستطيل في اول طريقه او شبه منحرف في الطريقه الثانيه، انما في الطريقه دي بتعامل معاه على وضعه زي ما هو. طيب في، طيب القانون في الاخر، انا بعد ما عملت التكاملات دي وصلت للقانون بيساوي ايه؟ ان الاريا بطريقه سيمسون بتساوي ايه؟ بتساوي ال على 3، ال زي ما احنا اتفقنا ما بين اتش 1 لاتش 2 ما بين الاتشات نفسها، كل دي الات متساويه، يبقى ال على 3 مضروبه في زي ما قلنا اتش الاولى لوحدها، تمام، زائد اتش الاخيره لوحدها، تمام. طيب زائد ايه بقى في الطريقه بتاع اشباه منحرفات؟ كنا بنقول 2 في كل الباقي، انما في الطريقه دي لا، هو الاتش الاولى لوحدها زائد اتش الثانيه لوحدها زائد 2 في الاتشات الفرديه زائد 4 في الاتشات الزوجيه. طيب ازاي؟ تعال نطبقه مثلا على الكلام على الشكل ده كده. واحد يجي يقول لي فين اتش 1؟ اقول له اتش 1 اهي. هيقول لي ازاي يا باشمهندس، هنا مفيش عمود او مفيش عرض، عادي، يبقى هي بصفر، انما لازم اطلق على اتش 1. يبقى انا الاتش 1 عندي او العرض الاول عندي اللي هو هنا ده اللي هو بصفر، بس المهم ان ده واحد، وبالتالي 2 3 4 5 6 لحد ما وصلنا ل 7. طيب لما اجي اطبق طريقه سيمسون هقول ايه؟ ال على 3 مش على 2 زي الطريقه اللي فاتت، لا، هنا ال على 3 مضروبه في اتش الاولى اللي هي اتش 1 زائد اتش الاخيره اللي هي اتش 7، تمام، زائد 2 في الاتشات الفرديه. تيجي تقول لي يا باشمهندس طب انا هعد فردي من اول من بعد ما اشيل الاتش 1 والاتش 7، اقول لك لا، انت رقم الاتشات من الاول، ادي 1 2 3 لحد ما توصل ل 7. انا بقول لك دلوقتي 2 في الاتش الفردي، فبالتالي فين الاتش الفردي؟ لو اتش 3 واتش 5 يبقى 2 في اتش 3 زائد اتش 5 زائد 4 في الاتش الزوجي، يبقى فين الاتش الزوجي؟ لو اتش 2 واتش 4 واتش 6، يبقى 4 في اتش 2 واتش 4 واتش 6 وهكذا. يبقى دي طريقه سيمسون. طيب في طريقه سيمسون في حاجه، في كذا معلومه لازم نبقى عارفينها. اول حاجه ان عدد الاعمده، عدد الاعمده في الطريقه دي لازم يبقى عدد فردي. عدد الاعمده ايه؟ عدد فردي. يعني لو خدت بالك هنا ادي عمود، ما ده اتش 1 ده عمود 1 2 3 لحد 7، يبقى في الحاله دي اقدر اطبق طريقه سيمسون. طب لو العدد ده كان زوجي، لا، ما ينفعش طريقه سيمسون.
لان شغل التكامل اللي احنا عملناه وصلنا منه للكانون ده كان الشرط بتاعه ان العدد لازم يبقى فردي، عدد الاعمده فردي. طيب ممكن اقول عدد الاعمده لازم يبقى فردي، او اقول ان عدد البارتيشن بتاعي او الاجزاء اللي هي دي زوجي، ان هي العكس، لان الاجزاء دي كام؟ ادي جزء وادي الثاني ادي الثالث ادي الرابع ادي الخامس ادي السادس. يبقى يا اما اقول ان عدد الاعمده فردي او عدد الاجزاء زوجي، تمام؟ ده الشرط عندي. طيب اخلي بالي برضو من ايه؟ ان الاعمده الفرديه لا ياخذ العمود الاول والاخير عند اخذ الاعمده الفرديه لا يؤخذ العمود الاول والاخير. يعني انا جيت دلوقتي قلت لك الاتش الاولى زائد الاتش الاخيره زائد 2 في الفردي، ما تجيش تاخد الاتش واحد تاني معاها او تاخد الاتش 7 تاني معاها، لا انا ببدا من بعدهم، ببدا ايه؟ ببدا من بعدهم لو اتش 3 واتش 5 وهكذا. طيب ايه تالت معلومه؟ في حاله وجود في حاله عدم وجود عمود في البدايه او النهايه بعتبر القيمه بتاعته بتساوي صفر، زي الجزء ده كده القيمه دي بعتبره اتش 1 وبعتبرها بتساوي صفر، مش بهملها خالص، تمام؟ دي تاني حاجه. طيب تالت حاجة، رابع حاجه قلنا ايه بقى؟ لو كان عدد الاقسام فردي، تمام، او عدد الاقسام ده اللي احنا قلناها الاجزاء دي، او عدد الاعمده زوجي، اللي انا كده الشرط بتاعي ما اتحققش في سيمسون، طب اعمل ايه وهو بيقول لي دلوقتي اشتغل بطريقه سيمسون؟ هعمل ايه؟ يبقى اجي على جزء منهم كده والغيه مثلا، وليكن اجي على الجزء ده، معلش، اجي مثلا على الجزء الاخير ده والغيه، اعتبره مش معايا لو العدد زوجي يعني، واشتغل طريقه سيمسون على بقيه الاعداد عادي خالص من غير اي مشكله. طب يا باشمهندس الجزء الاخير اللي انا لغيته ده حله اكنه لوحده، ازاي احله اكنه لوحده؟ هاجي مثلا لو انا بفرض ان انا كنت شلت الجزء الاول ده واشتغلت من بعد كده عشان العدد يبقى عدد الاعمده يبقى فردي معايا والشرط يتحقق، طب الجزء الاول ده احسبه ازاي بعد كده؟ احسبه اكنه مثلث. يا باشمهندس طب دي برابله، مش مشكله، احنا بنعتبره مثلث ونشتغل على الكلام ده. فين مساحه المثلث؟ ايه؟ نص طول القاعده في الارتفاع، يعني نص ال في اتش 2. طيب لو كان الطول ده او الجزء ده هو اللي انا شلته وسبت الاول، يبقى اجي في الحاله دي اقول ايه؟ اتش ده بقى شبه منحرف مثلا، اعتبر ان ده خط مستقيم وده شبه منحرف، فاقول ايه؟ اتش دي زي اتش دي على الاثنين مضروبه في ال، يبقى جبت مساحه الجزء ده لوحده. يبقى انا في الاخر الاريا بتاعتي لو انا بشغال بطريقه سيمسون وطلع ان الشرط ما اتحققش، ان عدد الاعمده طلع مش فردي يعني طلع زوجي، فانا بشيل جزء من الاجزاء بتاعتي وخلي عدد الاعمده زوجي فردي عادي، انا اسف، خلي عدد الاعمده فردي عادي واشتغل بسيمسون، والجزء اللي انا شلته ده ابدا بقى اعمل فيه ايه؟ ابدا اشتغل عليه لوحده على انه اريا لوحدها عادي مبسطه، تمام؟ تمام. طيب دول كانوا الثلاث طرق. طيب الطريقه بقى اللي ناقصه اللي قلنا عليها ايه؟ لو انا عندي الاشكال محدده بخطوط مستقيمه من الاخر زي الترافيرس. طيب هل لو انا عندي ترافيرس اقدر اجيب مساحته؟ اه. طب اجيب مساحته عن طريق ايه؟ عندي حاجه من اتنين، اللي على ايه عندي في الشيت واللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي طريقه الاحداثيات. يعني لو انا ده ترافيرس عندي بالشكل ده وانا معايا احداثيات A وB وC وD اقدر اجيب مساحه الشكل. طيب نفس الكلام، طب لو انا معيش الحساب بس معايا مركبات الاضلاع، ايه مركبات الاضلاع؟ اللي هي الدلتا E والدلتا N لكل الاضلاع، اعرف اجيب مساحته برضه. بس اللي علينا في الشيت واللي عندنا في المحاضره اللي هي طريقه الاحداثيات. فهنتكلم عن طريقه الاحتساب دلوقتي لان دي المساله بتاعت الشيت. طيب في حاجه زي كده اجيب مساحتها ازاي؟ عن طريق الاحتساب. شايفين الشكل اللي انا عامله ده هو اللي هنعمله، ايوه، هنرسم الشكل ده زي ما هو كده. ازاي هجيب مثلا؟ انا عندي ده في كام ضله او في كام ستيشن، كام نقطه عندي؟ اربع نقط، صح؟ فاجيب احط الاربع نقط دول جنب بعض بس افصصهم، اخلي الان لوحدها والاي لوحدها. ازاي يعني؟ اجي في الاول كده، سيبك من الجزء ده، اجي في الاول اقول ايه؟ ان ايه وتحتها ان اي اي اي، معلش، بعد كده جنبها ان بي وتحتها اي بي، بعد كده ان سي تحتها اي سي، بعد كده ان دي تحتها اي دي، تمام؟ يبقى انا جبت الاربع استشانات اللي عندي وخليت الانات فوق والايهات تحت. طيب ايه يا باشمهندس بقى اللي في الاول واللي في الاخر ده؟ بعد ما انا عملت الخطوه اللي فاتت باجي في الاخر خالص احط احداث الاي بتاع اول نقطه انا بادئ بيها، انا بادئ بنقطه ايه؟ اي، فاحط هنا اي اي. طيب وفي الاول هنا احط احداث الاي بتاع اخر نقطه انا نهيت بيها، انا ناهي بنقطه ايه هنا؟ بنقطه دي، فاحط هنا احداث الاي بتاع نقطه دي، فيبقى الشكل عندي بالشكل ده كده، تمام؟ طيب شايفين بقى الاسهم اللي انا عاملها دي؟ اجي من كل ان اخرج سهم يمين وشمال على الايهات اللي موجوده، يعني الان دي توصل لها سهم بالاي اللي قبلها والاي اللي بعدها، مش الاي اللي تحتيها، اللي قبلها واللي بعدها، نفس الكلام الاي دي الان دي اللي قبلها واللي بعدها وهكذا، فيتكون عندي الشكل اللي احنا شايفينه ده.
طيب بعد ما اتكون الشكل ده يا باشمهندس ابدا بقى القانون بتاعي بيساوي ايه. الاريا بتساوي نص، ومحدش ينسى كلمه نص دي، الاريا بتساوي نص مضروب في افتح قوس الان دي مضروبه في الاي بي ناقص الاي ناقص الاي دي، بعد كده الان دي مضروبه في الاي اي الاي سي ناقص الاي اي، بعد كده الان سي مضروبه في الاي دي ناقص الاي بي، بعد كده الان دي مضروبه في الاي اي ناقص الاي سي، وهكذا لو عندي اكتر من نقطه. يبقى الاريا لما باجي اجيبها من الاحداثيات بتساوي ايه؟ بتساوي نص، وافتح قوس الان احداث الان اللي موجود مضروب في فرق احداث الايهين اللي انا موصل ما بينهم الاسهم لكل النقط. وخلي بالي من حاجه مهمه جدا، ايه هي الحاجه دي؟ ان انا دلوقتي انا هنا قلت ايه؟ الان ايه مضروبه في الاي بي ناقص الاي دي، ما جيش بقى في الان اللي بعدها اقول اللي على شمالها ناقص اللي على يمينها، لا انا لازم اوحد كل شغلي. يعني انا هنا في الان قلت الاي اللي على اليمين ناقص الاي اللي على الشمال، او الاي اللي بعدها ناقص اللي قبلها، فشبت المصطلح ده على كله، فاجي الان اقول الاي اللي بعدها ناقص اللي قبلها، واجي الان سي اقول الاي اللي بعدها ناقص اللي قبلها، وهكذا. ليه؟ عشان الاشارات تظبط معايا ما تختلفش، يعني يمشي اللي قبلها ناقص اللي بعدها او اللي قبلها ناقص اللي بعدها ما تفرقش. اهم حاجه ايه؟ اثبت السيستم على كل المساله، وتبقى دي ساعتها الاريا بتاعت الشكل. طيب الكلام ده كنا بنحسب في الاريا. طب لو انا دلوقتي عايز احسب الفوليوم عندنا في لو انا دلوقتي عايز احسب الفوليوم عندنا في مساله الشيت، هي حاجه سهله ومباشره وما فيهاش اي مشكله. خلينا متفقين ان الفوليوم بيساوي ايه؟ بيساوي المساحه في الارتفاع، صح؟ ده الفوليوم. طب لو انا عندي اكتر من ارتفاع اعمل ايه؟ اضرب المساحه في متوسط الارتفاعات دي. اتفقنا على المبدا؟ يبقى حجم اي شكل بيساوي مساحته في متوسط الارتفاع لو انا عندي اكتر من ارتفاع ليه. طيب في حاجه زي كده بيبقى انا عندي ايه؟ دي كده ميزانيه شبكيه، شبكه مع قطعه ارض متقسمه شبكه. كل الفكره ايه؟ ان انا عندي متقسمه مثلا مربعات، ان الطول ده ان الطول ده قد الطول ده، دي عباره عن مربعات. عباره عن ايه؟ مربعات مثلا او مستطيلات، ما تفرقش، اهم حاجه ايه؟ مربعات او مستطيلات، حاجه زي كده. طيب انا لو حابب ان انا احسب الاريا او الفوليوم بتاع القطعه دي لوحدها، هقول الفوليوم بتاع بيساوي ايه؟ هقول بتساوي الاريا بتاع الشكل اللي هي ايه؟ اللي هي الاي في البي، صح؟ مضروبه في ايه؟ مضروبه في متوسط الارتفاع اللي هي ايه؟ اللي هي الاتش دي زائد الاتش دي زائد الاتش دي زائد الاتش دي على 4. طيب نفس الكلام هطبقه لو انا بتكلم على الاريا دي، صح؟ هقول ايه؟ لو انا بتكلم على المساحه دي هقول ايه؟ الاريا اللي هي الاريا اللي هي الاي في البي، نفس الكلام مضروبه في ايه؟ متوسط الارتفاعات اللي هو الاتش ده في الاتش ده في الاتش في الاتش ده مجموعهم على 4، وهكذا في كل اريا. طيب لو انا جيت خدت عامل مشترك، يعني انا الفكره ايه؟ ان انا بجيب الاريا دي ودي 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 واجمعهم على بعض. طب لو انا جيت خدت من الاريات اللي انا من الفوليوم اللي انا حسبته لكل ده عامل مشترك، ايه هو العامل المشترك اللي متكرر في كله؟ اللي هو الاريا، كانت مكرره هنا وهنا وهنا وهنا، واحنا قلنا ان دي شبكه ارض متقسمه لشبكه لاشكال متساويه، يعني المفروض الشكل ده مساحته نفس مساحه ده نفس مساحه ده نفس مساحه ده، فبالتالي اقدر اخد الاريا عامل مشترك. وايه تاني اقدر اخدها عامل مشترك؟ اقدر اخد الاربعه اللي انا قاسم عليها في متوسط الارتفاع لكل شكل، اقدر اخده عامل مشترك. فالقانون بقى عباره عن ايه؟ بقى عباره عن اريا على 4 مضروب في 1 في سمشن اتش 1، وهنعرف دلوقتي ايه اتش 1 وايه سمشن اتش 1 دي، زائد 2 في سمشن اتش 2، زائد 3 في سمشن اتش 3، زائد 4 في سمشن اتش 4، زائد ان في سمشن اتش ان، ايا كان بقى انا الاتشات عندي لحد فين، واقفل القوس على كده. طيب احنا عرفنا ان الاريا هنا اللي انا اقصدها اللي هي الاريا ايه؟ مش مساحه قطعه الارض كلها، لا مساحه الجزء اللي فيها اللي هو ده كده اللي هو اف بي في الحاله دي. طيب ايه بقى اتش 1 واتش 2 وهكذا؟ انا بشوف الارتفاعات اللي عندي هنا، ايه هي الارتفاعات؟ النقطه دي دي انا بسميها مثلا الارتفاع الرقم اللي عليه او المنسوب، مش المنسوب بقى، ارتفاع القطعه اللي هنا او ارتفاع الردم اللي هنا يعني. فانا القطعه دي النقطه دي بسميها مثلا ارتفاع. طيب ليه بقول على دي اتش 1 قلت على دي اتش 2؟ ليه؟ لان الاتش 1 دي ما اتكررتش الا مره واحده بس في كل الرسمه دي، صح؟ ما دخلتش معايا الا وانا بحسب المساحه او الفوليوم بتاع الجزء ده. طيب وقلت على دي اريا 2 ليه؟ لانها اشتركت معايا في جزئين، وانا بحسب فوليوم بتاع الجزء ده وانا بحسب الفوليوم بتاع الجزء ده، فاشتركت معايا ايه؟ مرتين. وهنا اتش 1 اشتركت معايا مره واحده، طب ودي اتش 2، وهنا اتش 1 اتش 2، طب ودي؟
دي اتش 4. طب ليه اتش 4 يا باشمهندس؟ لانها اشتركت معايا وانا بحسب الاريا او الفوليوم بتاع الجزء ده وبتاع الجزء ده وبتاع الجزء ده والجزء ده. يبقى انا اول حاجه بعمل ايه؟ لازم احدد الاتشات بتاعتي فين وارقمها بالشكل ده. اجي للشكل عندي واشوف دي كده اسميها اتش 1. ليه؟ لانها مشتركه في مربع واحد. طب دي اتش 2 مشتركه في مربعين وهكذا. يبقى ليه قلت هنا سمشن الاتش 1؟ هي اكني خدت عامل مشترك من الاخر، واحد مضروب في الاتش ده زائد الاتش ده زائد الاتش ده زائد الاتش ده، تمام؟ كل واحده مش مضروبه في حاجه. طب هنا ليه قلت 2 في سمشن اتش 2؟ لان الاتش 2 دي اشتركت مره هنا ومره هنا، فبقى معايا 2 منها، والاتش دي بقى معايا مره هنا ومره هنا، بقى معايا 2 منها وهكذا. فبقول 2 في مجموع الاتش 2 دول، الاربعه اللي عندي دول، زائد 3 في سمشن اتش 3 وهكذا زي ما احنا متفقين، تمام؟ طيب وعرفنا ايه الاريا اللي هي ايه في البي، او لو مربع تبقى ايه في ايه، تمام. طيب الاتشات دي بقى ايه هي؟ برضه عباره عن ايه؟ انا عرفت ارقمها. طب هي عباره عن ايه؟ الاتش ده اقصد بيه ارتفاع القطع او ارتفاع الرد. يعني انا بيبقى معايا حته ارض، هو بيقول لك انا عايز اسويها على منسوب كذا، فاحسب لي حجم القطع اللي انا هشيله او حجم الردم اللي انا هشيله، فيبقى الاتش ده ارتفاع القطع او ارتفاع الردم، وهنشوف ازاي بحسبه في المساله. طيب نفس المساله بس لو كانت مثلثات، ما كانتش ايه، ما كانتش فوق مربع او مستطيل، لا كانت مثلثات بالشكل ده، القانون هيبقى عامل ازاي؟ هتبقى اريا على 3. طب ليه انا قلت على 3 مش على 4؟ لان الشكل الواحد لما اجي احسب متوسط الارتفاعات فيها اقسم على 3 مش على 4 زي اللي فوق، لان هنا بقى مثلث بقى 3 ارقام بس، فهقسم على ايه؟ هقسم على 3، تمام؟ تمام، فيبقى اريا على 3. طب الاريا في الحاله دي اللي هي بتساوي ايه؟ فوق كنت بقول الاريا اف بي لان ده كان مستطيل او مربع، انما هنا يبقى الشكل مثلث، فبالتالي الاريا بتاعتي تبقى ايه؟ اف بي على 2 اللي هي ايه؟ نص طول القاعده في الارتفاع، اف بي على 2، يبقى الاريا اف بي على 2 ومقسومه على 3، يعني من الاخر اف بي على 6، اف بي على 6، تمام؟ مضروب في ايه برضو؟ نفس الكلام اللي فوق بالظبط، 1 في سمشن اتش 1 زائد 2 في سمشن اتش 2 زائد 3 في سمشن اتش 3 وهكذا. وابدا ارقم برضو الاتشات بتاعتي على حسب الاشتراك في المربعات، يعني ده كده اتش 2، طب ده 2، طب حاجه زي دي هلاقي اتش 7، عد كده كل ده هتلاقي 7، طب حاجه زي دي 2، دي 2، طب حاجه زي دي هلاقيها 3 لانه مشترك في الجزء ده وفي الجزء ده وفي الجزء ده وهكذا. يبقى دي فكره الفوليوم. طيب نبص بقى على الشيت كده سريعا ان شاء الله. الشيت هنا بيقول لي ايه في اول مثال؟ طبعا التعويض الشيت كله ان شاء الله تعويض مباشر، ما فيهوش افكار الا مساله او حاجه، بس انا نشوفه معاكم على طول. فاول مساله بيقول لك ان ايه؟ ان انا معايا احداثيات ترافيرس ستيشن بالشكل ده، تمام؟ وبيقول لك ان ده كلوز ترافيرس، واداني ايه؟ كلوز ترافيرس، واداني ايه؟ الاستيشن بتاعته، واداني احداثياتها الاي وادي الان، وبيقول لك احسب الاريا بتاعته، احسب الاريا بتاع الترافيرس ده. يبقى هاجي اطبق ايه الشكل اللي احنا عملناه من شويه. انا بادئ بنقطه ايه صح؟ فقلنا بنعمل ايه؟ ان ايه وتحتها اي ايه، وبعد كده ان بي اي بي، وهكذا لحد ما اوصل لنقطه اي اللي هي ان اي واي اي، تمام؟ وقلنا في الاخر بنعمل ايه؟ بنعمل احداث الاي بتاع اول نقطه، انا بادئ بايه؟ يبقى هنا اي بتاع نقطه اي. وقلنا في الاول بنحط احداث الاي بتاع اخر نقطه انا انتهيت بيها، انا انتهيت بنقطه اي، فيبقى هنا اي اي احداث الاست بتاع الاي، تمام؟ ده الشكل بتاعي. وعملت ايه؟ ووصلت اسهم كده بالان باللي قبلها واللي بعدها وهكذا. ابدا اطبق القانون، القانون بيساوي ايه؟ الاريا بتساوي نص في الان، قلنا اي بي ناقص اي اي يبقى ثبت اللي بعدها ناقص اللي قبلها. طيب والان بي تبقى اي سي ناقص اي اي، طب اللي بقى ده ان سي مضروب اي دي ناقص اي بي وهكذا، وكله تعويض مباشر. عندي هلاقي كله هنا ادي الارقام بتاعتي، وبحط الرقم باشارته، يعني دي لو سالب انزله هنا بسالب اهو زي ما هو، يعني السالب بتاع القانون ده شيء، وان الرقم نفسه يبقى بالسالب ده شيء تاني، بنزل كل الارقام باشارتها. في الاخر هيطلع لي ايه؟ الفوليوم او الاريا بتاعتي اللي انا عايزها. دي كانت مساله. طيب المساله الثانيه بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا معايا تراك اوف لاند، يعني انا معايا مثلا جزء من الارض متقسم لثلاث اجزاء، تمام؟ قطعه الارض اللي عندي دي متقسمه لثلاث خطوط ستريت، يعني الباوندري بتاعي اربع باوندري منهم ثلاثه ستريت، ده ستريت اهو وده ستريت اهو وده ستريت اهو. طبعا انا اللي راسم، انما هو في المساله نفسها مش مرسومه. طيب فقال لي اي بي ستريت وبي سي ستريت وسي دي ستريت، اهو اي بي وادي بي سي وادي سي دي كل ده ستريت. قال لك الفورس باوندري اللي هو الدي ايه بقى، الباوندري الرابع بيكون ايه بقى؟ غير منتظم. الباوندري الرابع ايه؟ غير منتظم بالشكل ده كده. طيب بيقول لك ايه بقى؟ انا قست شويه ايه اطوال، كان الاي بي طوله 135 وان البي سي طوله 191 وان السي دي طوله 126،
دول الثلاث حدود المنتظم. طب اداني حاجه رابعه ايه هي؟ قال لي ان البي دي طوله 225. البي دي ده اللي هو القطر اللي عندي هنا طوله 225. تمام تمام. وبعد كده قال لي ايه بقى؟ قال لي ذا اوفست ميجر اوتسايد ذا باوندري دي ايه؟ يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ايه الكلمه دي؟ يعني بيقول لك انا قسمت من الاخر السطح الغير منتظم ده لشويه اجزاء. الاجزاء دي المسافه اللي ما بينهم 30 متر. الاجزاء دي المسافه اللي ما بينهم كام؟ 30 متر. تمام تمام. طيب وبعدين كده قال لي بقى ايه؟ وقال لي انا وضحت لك شويه ايه الديستانس من المسافه دي وهكذا في الجدول ده. يعني بيقول لك عند الاوفست صفر، يعني لو انا بادئ من هنا كده اهو، لان هو قال لي دي ايه يبقى ابدا هنا ايه دي كده الدي. فلما ابدا عند الدي فبيقول لي ايه اول ارتفاع عند الاوفست بصفر، ارتفاع بصفر يعني هنا مفيش عمود، يبقى هنا كده الشكل واصل بالنقطه دي على طول. طيب وبعد كده قال لي بعد 30 اللي هو عند الاوفست المسافه بتساوي 30، لقيت الارتفاع عندي كام؟ 3.7. فبالتالي ده لما بقى 30 لقيت طلعت ارتفاع كام؟ 3.7. طيب لما بقى 60 طلعت 3 ايه؟ و9 4.9. طب لما بقى 90 طلعت كام؟ طلعت 4.2 وهكذا. كل الحكايه اللي انا رسمت الشكل اللي موجود في الجدول، الاوفست بتاعي اللي هي المسافه دي، والانترفال اللي ما بين الاوفست اللي هي ال 30 اللي هو قال لي عليه. طيب هو دلوقتي عايز نحسب ايه؟ اي اللي يحسب بقى ايه؟ الاريا بتاع كل التراك ده، بتاع كل قطعه الارض دي. طيب اول حاجه انا عندي شكلين منتظمين، لان انا اول حاجه بفكر فيها لما اجي احسب اريا في اي حاجه في الطبيعه اشوفها لو هي شكل حسابي او شكل مهندسي منتظم اقدر احسب اريته. يعني لو مثلث ومعايا معطيات اقدر احسبه على طول، لو مستطيل، لو مربع، لو شبه منحرف وهكذا. طيب انا عندي هنا مثلثين، طب انا هل عندي بيانات تخليني احسب او اقدر احسب الاريا بتاع المثلثين دول؟ ايوه عندي. ايه هما؟ مش انتوا تفتكروا قبل كده خدتوا قانون اللي انا اقدر من خلال المحيط او اطوال المحيط بتاع المثلث اللي عندي احسب مساحته؟ ايوه خدناه قبل كده. اللي هو ايه؟ لو انا عايز احسب الاريا بقول ايه؟ الاريا بتساوي جذر الاس في اس ناقص ال واحد في اس ناقص ال اتنين في اس ناقص ال تلاته. ايوه ايه ده كله؟ انا مش فاهم برضه. الاي دي اللي هي الاريا. تمام تمام. طيب ايه الاس دي؟ الاس دي اللي هي نص المحيط. نص ايه؟ نص المحيط. يعني باجي للمثلث ده احسب او اجمع التلات اطوال بتاع اضلاع عشان احسب المحيط واقسمهم على اتنين، وبالتالي دي تبقى الاس، يبقى الاس نص المحيط. فبقول اس مضروبه في الاس ناقص ال واحد، يعني نص المحيط ناقص اول طول مضروب في اس ناقص ال اتنين، نص المحيط ناقص ال اتنين ده مضروب في نص المحيط ناقص ال تلاته ده، وهكذا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وكلهم تحت الجذر. تمام تمام. طيب تعالى نطبق اول حاجه. انا عايز دلوقتي ايه؟ احسب اول اريا. دي اول اريا مثلا وليكن اول اريا. اول حاجه احسب الاس. الاس قلنا ايه؟ اللي هي نص المحيط، اللي هي 91 زائد 126 زائد 255 على الاثنين اهي، يبقى انا حسبت الاس. طب احسب الاريا، اطبق القانون ده، اقول الاريا واحد بيساوي 286 اللي هي الاس اللي انا لسه جايبها مضروبه في 286 ناقص اطوال الاضلاع بتاعتي ناقص 255 مضروبه في 286 ناقص 191 وهكذا. يبقى انا كده حسبت اول اريا. نفس الكلام بالظبط للمثلث الثاني، احسب برضو الاريا للمثلث الثاني. فبالتالي نفس الكلام هو بالظبط، حسبت لها اس جديده لان اطوال اضلاع مختلفه وحسبت لها اريا جديده. فيبقى انا كده جبت الاريا للشكل الاول ده وجبت اريا للشكل الثاني ده. طب الشكل الثالث ده اجيب اريته ازاي؟ باي طريقه من الثلاث طرق اللي احنا خدناها للشكل الغير منتظم الاضلاع، للشكل اللي بيكون غير منتظم، اللي هي طريقه متوسط الاعمده او طريقه اشباه منحرف المنحرفات او طريقه سيمسون. طيب وقلنا ادق طريقه عندي ايه؟ طريقه سيمسون. طب هو هنا ما حددليش اختار اي طريقه، بس الافضل انا ما حددليش يبقى اختار الادق اللي هي طريقه ايه؟ طريقه سيمسون. بس احنا قلنا عندنا شرط في طريقه سيمسون، ايه هو؟ ان لازم عدد الاعمده يبقى فردي. طب تعالى شوف عدد الاعمده فردي ولا لا. انا رسمت بس الرسمه تاني كده، حطيتها تاني هنا بس عدلتها عشان اعرف اشتغل. طيب تعالى نعد عدد الاعمده، اقول 1 2 3 4 5 6 7، يبقى فعلا عدد الاعمده فردي اهو، 1 2 3 4 5 6 7 عدد الاعمده فردي، يبقى ينفع طريقه سيمسون. طيب طبعا انا عرفت ان الانترفال ما بين الاعمده ده 30، هو قايله لي في المساله اهو. طيب الاتشات دي اتش 1، احنا قلنا الاول بنبدا من اول القطعه خالص، يبقى ده 1 2 3 لحد هنا 7. طيب الارقام بتاعتي اللي انا جبتها ايه؟ الارتفاع بتاعتي اللي انا جبتها ايه؟ من الجدول من هنا، اللي هي كام؟ 0 و3 و7 و4 و9 و4 و2 و2 و8 و3 و6 و0.
وهكذا. طيب اطبق طريقه سيمسون زي ما احنا خدناها من شويه اللي هي ايه؟ ال على 3 مضروبه في الاتش الاولى زائد الاتش الاخيره زائد 2 في الاتش الفردي زائد 4 في الاتش الزاوي. اطبق طريقه سيمسون واجيب الرقم المساحه في الاخر عشان اجيب مساحه قطعه الارض كلها. اجمع الثلاث اريات اللي انا جبتهم، الاريا اول اريتين بتوع مثلثين والاريا الثالثه بتوع الشكل الغير منتظم اللي انا لسه عاملها، وجبت مساحه الشكل كله. فدي كانت المساله الثانيه. طيب المساله الثالثه عندنا دي مساله هو بيقول لي الشكل اللي قدامي ده في توزيع ال 12 سبوت هايت، واحنا عرفنا من الشيت اللي فات يعني ايه سبوت هايت، يعني من الاخر 12 منسوب في الشكل ده قدامي 12 منسوب. قال لك الايه بقى؟ ان الشكل ده منتظم وان المسافه ما بين ال 12 منسوب دول ايه؟ 20 متر، يعني دي عباره عن مربعات، الطول ده 20 والطول ده 20، وهو برده موضح في الرسم. تمام. قال لك بقى ايه؟ بتغطي قطعه ارض مستطيله، يبقى قطعه الارض نفسها هي اللي مستطيله، انما ده مربع. الجزء اللي فيها اللي متقسم ده مربع، انه قال لي ان الجزء ده متقسم بانتظام بمقدار 20 متر. طيب بعد كده قال لي ايه بقى؟ قال لي ان انا عايز اعمل ايه؟ قال لك which is to be graded to from a horizontal plane having an elevation of 10 متر. احسب ارتفاع الارث، الفوليوم اوف ارث. طيب يقصد ايه هنا؟ هو بيقول لك ان انا معايا 12 اسبوت اليفيشن، يعني الارقام اللي على المساله دي مناسيب، واحنا قلنا المناسيب اللي هي ايه؟ اللي هو الارتفاع ما بين النقطه لحد المين سي ليفل اللي هو سطح المقارنه بتاعي. يبقى ده كده منسوب، 27 ده وشويه ده منسوب. هو بيقول لك بقى ايه؟ ان انا عايز احسب لي كميه الارث، الارض سواء اللي هتتشال كقط او اللي هتتردم كفل، اللي انا محتاجها. لو انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعمل هوريزونتال بلان على منسوب 10 متر. يعني هو بيقول لك بعيدا عن المناسيب دي، انا عايز اقص الارض دي لحد ما توصل المناسيب كلها، الارض تبقى مستويه منسوبها كامل بيساوي 10 متر، هوريزونتال بلان منسوبه 10 متر. فبالتالي انا لو خدت بالي دلوقتي من حاجه، ايه هي الحاجه دي؟ انا عندي الارقام كلها، عندي السبوت هايت دي اكبر من كام؟ اكبر من 10، فبالتالي وانا عايز اوصل ل 10، فده معناه ايه؟ معناه ان انا هقطع من الارض، صح؟ يبقى الهايت اللي انا هجيبه ده هايت اوف ايه؟ اوف قط. يبقى انا الاريا اللي هجيبها دي عباره عن اريا قط، كميه الارض اللي هجيبها دي عباره عن قط. ليه؟ لان المنسوب عندي اكبر من الليفل اللي انا عايز اوصل له، فانا هقطع في الارض دي لحد ما اوصل للليفل. طيب لو لقيت عندي المناسيب دي اقل من المنسوب اللي هو عايز يعمل تسويه عليه، فده معناه ايه؟ ان انا الجزء اللي عندي ده فل، يعني ايه؟ يعني ردم، يعني انا هفضل اجيب في ردم لحد ما اوصل للمنسوب اللي هو عايزه واساوي الارض بيه. يبقى عرفنا الفرق ما بين القط والفل. طيب انا لو خدت بالي من المساله دي، ان المساله دي كل النقط اللي فيها قط، مفيش فل خالص، تمام؟ يبقى هنشتغل على طول في مره واحده. طيب قلنا اول حاجه هنا اعمل ايه؟ اول حاجه اعمل ايه؟ قلنا اول حاجه ايه؟ نرقم الاتشات بتاعتي. يبقى اجي اشوف مثلا النقطه دي الاتش بتاعتها تبقى كام؟ تبقى واحد. ليه؟ لانها مش مشتركه الا في المربع ده. طب الاتش دي تبقى 2، طب الاتش دي 2، طب الاتش دي 1، طب الاتش دي 4، طب الاتش دي 4، وهكذا. تلاقيني هنا اهو مرقمها لك بالاحمر كل الاتشات. طيب قيمه الاتش بقى، انا رقمت الاتشات، طب قيمتها كام؟ محدش يستخدم على طول الارقام اللي مكتوبه، لان مش دي الارقام اللي انا عايزها. انا بقول لك ايه؟ بقول لك احسب لي كميه الارث اللي هي التربه يعني اللي هتتحط او هتتشال لما اعمل تسويه على منسوب 10. ما بقولكش احسبها لي من المناسيب. فبالتالي قيمه الاتش اللي هي ايه؟ اللي هي الرقم المنسوب اللي عندي ناقص منسوب التسويه اللي هو 10. فبالتالي تبقى 27 67 ناقص 10 تبقى كام؟ 17 وعلامه 67، وهنا تبقى 18، هنا 18 29، وهكذا. خلي بالك من الحته دي. يبقى انا اول حاجه برقم الاتشات، تاني حاجة بحسب الاتشات، بشوف الاتشات بتاعتي كام، وبعد كده بطبق قانون الفوليوم. قانون الفوليوم بيساوي ايه؟ زي ما احنا لسه واخدين قلنا ايه؟ اريا على 4. ليه على 4 مش على 3؟ لان دي عبارة عن مربعات، فتبقى اريا على 4 مضروب في 1 في سمشن اتش 1 زائد 2 في سمشن اتش 2 زائد 3 في سمشن اتش 3 زائد 4 في سمشن اتش 4. وانا عندي في المسألة هنا مفيش اكتر من اتش 4، تمام؟ تمام. طيب الاريا بتساوي كام في كام؟ وقال لي المسافات متساويه 20، يبقى 20 في 20 على 4. طيب مضروبه في 1 في سمشن اتش 1 اللي هي فين اتش 1 اللي هي دي اللي هي 17 67 و18 38 و17 76 و17 و18 اهو، زائد 2 مضروبه في مجموع الاتش 2. اشوف فين كل اتش 2 اهي 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 السته دول واضرب. طيب زائد 3 في مجموع الاتش 3، انا عندي اتش 3 ما عنديش، فبالتالي يبقى زائد 3 في صفر، يبقى الترم ده مش موجود. طيب زائد ايه تاني؟ زائد 4 في مجموع الاتش 4.
ده اربعة في مجموع ال H اربعة. عندي فين ال H اربعة؟ ادي H اربعة النقطة دي والنقطة دي، يبقى اجمعهم واضربهم في اربعة، وبالتالي ده يبقى ايه؟ ده يبقى الفوليوم اللي مطلوب، والفوليوم هنا كله ايه؟ كات. طيب اخلي بالي بقى من نقطة مهمة جدا، ايه هي النقطة دي؟ في بعض المسائل كأفكار ممكن ما تلاقيش قطعة الأرض كلها قطر أو كلها ردم. ازاي يا باشمهندس؟ الاقي المنسوب اللي هنا ده بقى كام مثلا؟ وليكن بقى 8، وده مش عارف 9 وشويه، وده 9 وشويه برضه، وده 8 وشويه، وهكذا. فبالتالي قطعه الارض اللي عندي هلاقي فيه جزء فيها قط وجزء فيها فل، جزء فيها قطع وجزء فيها ردم. طب احددهم ازاي يا باشمهندس؟ هنيجي نرسم خط كونتور. نرسم ايه؟ نركز في الكلام، احنا خدنا السكشن اللي فات ازاي نرسم خط كونتور. نرسم خط كونتور بالمنسوب اللي هو عايزني اساوي عنده، بالمنسوب اللي هو ايه؟ عايزني اساوي عنده. يعني لو هو في المساله دي عايزني اساوي على منسوب 10، وزي ما احنا قلنا من شويه اللي هنا مثلا في هنا كده 10 ودي 9 ودي 8 وكده، ارسم خط الكونتور من هنا كده اللي هو ايه؟ بيمر بالقطعه دي ليه ايه؟ لحد المنسوب 10. ارسم خط كونتور 10 اللي هو خط كونتور للمنسوب اللي عندي، وبالتالي خط الكونتور ده يبقى الايدج الفاصل عندي ما بين القطع والرد، يبقى مثلا اللي قبله قطع واللي بعده رد. طيب هاجي اشوف اللي قبله، هلاقي اللي قبله عباره عن ايه؟ عباره عن شويه مربعات وجزء مش منتظم. يعني مثلا لو انا جيت قسمت دي بالنص كده كخط كونتور بيمر بالحته دي تمام، ونزل لحد هنا كده، يعني خط الكونتور بتاعي جاي من الركن ده واصل هنا كده ونزل لراسي كده. طيب الاريا بتاعتي اللي هستخدمها ازاي؟ هتبقى دي ودي 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 وجزء من دي، صح؟ ليه؟ لان انا خط الكونتور بيمر بنص دي، فبالتالي دي بقت جزء. طيب بقت جزء اشتغل ازاي يا باشمهندس؟ اقول لك تشتغل ازاي. اخد الاجزاء اللي هي كامله بس واطبق عليها القانون ده. يبقى القوانين بتاعتنا دي لو الاجزاء كامله، يبقى اجزاء دي كده كامله مربعات كامله اهي، اخدها واطبق بيها القانون ده. طيب دي بقى مثلث كده، عباره عن مثلث صح؟ بقى موجود لوحده، افصله عن الشكل كانه مش موجود خالص، والنقطه اللي هنا دي تبقى اتش واحد عادي، يعني النقطه دي تبقى اتش واحد والجزء ده مش موجود، واحسب المثلث ده كفوليوم لوحده. ازاي كفوليوم لوحده؟ اجيب الاريا بتاع المثلث اللي هي ايه؟ نص مساحه القاعده في الارتفاع مضروب في ايه؟ في متوسط الارتفاع. متوسط الارتفاع بقى القطع او الرد، متوسط الاتشات اللي عندي. فهمنا الفكره؟ يبقى انا لو انا عندي قطع او رد في نفس المساله برسم خط الكونتور اللي بيفصل ما بينهم، دي رقم واحد. رقم اتنين بفصل الشكلين عن بعض. رقم تلاتة بخلي المربعات اللي كاملة هي اللي طبق بيها القانون بتاعنا ده، واخد اي جزء اتقطع سواء اتكون بقى مثلث اتكون شبه منحرف واحله لوحده. احله لوحده ازاي يا باشمهندس؟ احله لوحده زي اي شكل منتظم عادي، اللي هو الفوليوم بيساوي المساحة في متوسط الارتفاع. تمام كده؟ تمام. طيب دي كانت مسألة، تعال نشوف فكرة المسألة الأخيرة سريعا. معلش عفوا، نشوف ايه فكرة المسألة الأخيرة سريعا. طيب المسألة الأخيرة بيقول لي ايه؟ بيقول لي أنا عندي قطعة أرض بالشكل ده تمام. قطعة الأرض دي متقسمة لحاجتين، قطعة اسمها إكس وقطعة اسمها واي. قطعة إكس دي اللي هي متهشرة دي، دي قطعة إكس، ودي قطعة واي اللي هي كل البيضة دي تمام. طيب قال لك ايه بقى؟ ان الخط الفاصل او اللي بيفصل ما بين القطعتين ده دول بيكون خط غير منتظم، اللي هو الخط ايه؟ الخط اي بي. شايفين شكله عامل ازاي؟ اي بي نازل كده اهو وطالع بالشكل ده، ده الخط اللي بيفصل ما بين القطعتين دول. طيب هو عايز مني ايه دلوقتي؟ هو عايزني استبدل الخط ده بخط تاني مستقيم، مش مستقيم بقى يعني، بخط استريت يعني خط منتظم، يعني بحيث ان انا احافظ على المساحات. ازاي؟ يعني بصوا اقرا بالعربي، المطلوب في المسائل دي ايه؟ تحويل الحد الغير منتظم ده اللي هو الحد ده كده، احوله بدل ما هو اي بي لا احوله لحد منتظم. يعني مثلا اشوف الاي دي تتوصل هنا او تتوصل كده او تتوصل على استقامتها. المهم ايه بقى؟ ان المساحه بتاعت الاكس تفضل تساوي المساحه بتاعت واي تمام. المساحه بتاعت اكس تفضل تساوي المساحه بتاعت واي. بعد ما بعمل كده بقى بيقول لي ايه؟ فايند البي، يعني بيقول لك ايه بقى؟ انا عملت كده، ده اللي هو يقصده. طيب في المسألة، في المثال بقى هو بيطلب ايه بقى؟ بيقول لك في المثال ايه؟ بيقول لك سجست، اقترح مكان للنقطة اف. يعني بدل ما هي اي بي بالشكل ده، لا انا عايزها اي اف، اف دي احنا ايه؟ تبقى واقعة على الخط ده كده، بس في اي حتة هنا، ويبقى الخط ده ستريت. يبقى اي اف مثلا وليكن اف كانت هنا،
بيقول لك بقى اقترح مكان الاف. يعني ايه اقترح مكان الاف؟ يعني هات لي المسافه بي اف، قول لي الاف على بعد كم من بي. هو ده اللي هو عايزه. طيب نحل المساله دي ازاي؟ اول حاجه انا قلت انا لازم عشان ابدل الحد او الايدج ده بخط استريت او خط منتظم لازم احافظ على المساحتين، هو ده الشرط عندي. طيب احافظ، طب انا هل انا اعرف اصلا المساحتين كام؟ طب انا ممكن اعرف المساحتين كام. طب اعرف المساحتين كام ازاي يا باشمهندس؟ اجي مثلا انا لو حبيت اطبق مثلا طريقه سيمسون او متوسط الارتفاعات او اشباه منحرفات زي ما احنا خدنا من شويه على الجزء ده، هل ينفع بالاعمده المرسومه دي؟ لا. ليه؟ لان احنا قلنا العمود المفروض يبقى واصل منين لمنين؟ واصل من الايدج كده المستقيم لحد اخر الايدج اللي هو غير منتظم ده. يعني المفروض العمود يبقى كامل لفوق كده، المفروض العمود ده يبقى كامل لفوق كده، العمود ده يبقى كامل لفوق كده. طب ما انا ممكن احسبهم الاعمده صح. طب احسبها ازاي يا باشمهندس؟ اجي اشوف مثلا عند نقطه ايه العمود بتاعها من هنا لهنا كده كام؟ مش مكتوب. هتيجي اشوف هنا كده عند نقطه ايه هلاقيه كاتب لي صفر. هل هو صفر؟ لا، ده هو صفر يقصده منين؟ ان هو قايسه من الخط الاحمر ده، بس انا مش عايزه من الخط الاحمر، انا عايزه من اللي فوق، فبالتالي اضيف عليه الجزء ده. طب الجزء ده اللي هو كام؟ اللي هو عند بي اللي هو 9. الجزء ده اللي هو ارتفاع النقطه عند بي اللي هي 9، فبالتالي اي رقم من الارقام دي اضيف عليه 9، فهنا تبقى الجزء اللي عندي ايه؟ تبقى 0 زائد 9. بصوا كده هنا اتش 1 اللي هي دي تبقى 0 زائد 9 ب 9. طب اتش 2 هلاقي اتش 2 اللي هو هنا دي اللي هو العمود رقم 1 اللي هو كاتبه لي ده 4. قلنا ايه؟ 4 وازود عليها اللي هي 9 فتبقى 4 زائد 9 13. طب اتش 3 مش عارف 3 و 5 ونص زائد 9 15 ونص ولا مش عارف 6 ونص. طب اتش 4 7 ونص و 9 وهكذا لحد ما اجي الاقي نفسي ايه اللي حصل. اجي عند النقطه دي كده، فين النقطه دي؟ ليه النقطه دي؟ هلاقي رجعت صفر تاني. مش النقطه دي وقع على الخط الاحمر بالظبط؟ هو كتبها لي صفر، يبقى النقطه دي ارتفاعها كام؟ ارتفاعها 9 بس، صح؟ طيب النقطه اللي بعد الصفر دي بقى ارتفاعها كام؟ هو بيقول لي هنا اللي هي 4، بس الاربعه دي منين لمنين؟ من الجزء ده لتحت. طب ايه اللي انا عايزه؟ انا بحسب دلوقتي في القطعه اكس، فالجزء اللي انا عايزه منين لمنين؟ انا عايزه من فوق. انا عايزه ايه؟ من فوق. انا عايزه من هنا لهنا، انا عايز الجزء ده. طب الجزء ده كده يساوي ايه؟ مش بيساوي التسعة دي كلها ناقص ارتفاع العمود اللي هو كاتبه لي في الجدول؟ يبقى اقول في الحته دي بقى 9 ناقص 4، ما بقتش زائد زي اللي قبلها، لا بقت ناقص 4، و9 ناقص 6 و9 ناقص 8 و9 ناقص 9 لحد ما وصلت للاخر اللي هي النقطه دي اللي بقت بصفر. هو كاتبها لي هنا ب9، بس انا هنا ايه؟ قلنا بطرح كل ده ناقص الرقم العمود الارتفاع العمود، فبالتالي 9 ناقص 9 بيساوي 0. فبقى انا كده حولت الرسمه بدل الشكل الاعمده اللي هو رسمه لي ده لشكل الاعمده دي. بقت القطعه العمود جاي من العرض بتاعها لحد السطح الغير منتظم. طيب في الحاله دي مش انا اقدر بقى احسب مساحه القطعه؟ اقدر بطريقه سيمسون، قلنا ايه؟ ال على 3. طب ال بكام يا باشمهندس؟ اللي هي المسافه اللي هي المسافه اللي ما بين الاعمده دي. طب بكام؟ طب ما انا معايا المسافه دي كلها كام؟ 30. اعد انا كام عمود؟ هلاقي عندي اللي انا 10 قطع، يعني 11 عمود. 10 قطع اللي هي 11 عمود، فبالتالي المسافه الواحده دي كام؟ 3 متر. فبالتالي اقول ايه؟ 3 ال اللي هي ب 3 مقسومه على 3 مضروبه في الاتش الاولى، الاتش الاولى اللي هنا ايه؟ اللي هي بكام؟ ب 9 زائد الاتش الاخيره اللي هنا اهي بكام؟ ب 0 زائد 2 في الفردي، فين الفردي اللي هو اتش 3؟ اهي اللي هي ب 15 ونص ومش عارف واتش 5 واتش 7 زائد 4 في الزوجي اللي هو بقى اتش 2 واتش 4 واتش 6 واتش 8 واتش 10. يبقى بالطريقه دي كده انا جبت الاريا بتاعه الاكس، منطقه اكس. طيب انا عايز اجيب اريا بتاعه واي، هل اعرف اجيبها؟ ايوه، مش انا معايا اصلا في المساله هو مديني ابعاد قطعه الارض كامله اللي هي كام؟ 30 في 19. طب لما اضرب 30 في 19 يبقى جبت مساحه الارض كامله، لما اطرحها من مساحه اكس اللي انا لسه جايبها يبقى انا معايا مساحه ايه؟ مساحه واي. يبقى التوتال اريا هي 30 في 19، يبقى مساحه واي 30 في 19 اللي هي 570 ناقص مساحه اكس اللي انا لسه جايبها طلعت مساحه واي ب 280. طيب انا كده جبت المساحات. طيب احل ازاي برضو؟ انا قلت انا عايز الشكل بدل ما هو بالشكل ده كده، انا عايز الشكل ده بالشكل ده كده. ازاي؟ يبقى نقطه ايه ثابته في مكانها ووصل خط كده منتظم ايا كان هو هيقطع هنا فين. طب ما هو انا عايز اعرف هيقطع هنا فين دي بقى بناء ايه؟ بناء على ان انا هحافظ على المساحه. طيب ازاي؟ مش انا مساحه اكس لسه جايبها من فوق؟
ل 290. طيب مساحه اكس على الشكل ده كده بتساوي ايه؟ مش ده كده قلب شبه منحرف؟ طب مساحه شبه منحرف ايه؟ متوسط طول القاعدتين في الارتفاع. طب فين القاعدتين؟ اللي هي دي واللي هي دي، صح؟ طب دي معلومه؟ دي معلومه ما اتغيرتش، هي نفسها الاتش واحد اللي كانت هنا دي اللي انا ما لعبتش فيها، انا سبت ايه نقطه ايه زي ما هي. طب فبالتالي متوسط طول القاعدتين في الارتفاع، فبالتالي يبقى ايه متوسط طول القاعدتين؟ هي كام؟ اول قاعده طولها كام؟ طولها 9 اللي هو التسعة. طب القاعده الثانيه بي اف، ما انا معيش بي اف، هي دي اللي انا عايز اجيبها، يبقى بي اف مجهول على الاثنين، ده المتوسط. طب الارتفاع كام؟ اللي هو ايه المسافه اللي ما بينهم دي اللي يقصده، ده يقصد الارتفاع ما بينهم يعني، اللي هو كام؟ اللي هو 30. فبالتالي يبقى 9 زائد بي اف على الاثنين مضروبه في 30. كل ده معايا مجموع اللي هو 290 اللي انا لسه جايبه من فوق، فبالتالي اقدر اجيب الايه؟ اقدر اجيب قيمه البي اف بتساوي كام؟ اللي هي طلعت بتساوي 10.33. طيب كده انا جبت قيمه البي اف وحققت المساله. طيب انا لو عايز اعمل تشيك على نفسي اعمل تشيك ازاي؟ مش انا اريت واي برضو المفروض معايا؟ طيب طب ما انا ممكن اجيب اريت واي بالشكل الشبه منحرف ده اللي هو ايه؟ اللي هي الحته الباقيه دي، الحته الباقيه دي كام؟ كل ده 19، لما يبقى اللي فوق 9 وكله 19 يبقى اللي تحت 10، فبالتالي الجزء ده 10. طب الجزء ده كام؟ اقول برضو ايه 19 ناقص ال 10.33 اللي انا لسه جايبها طلعت 8.67، فاقول 10 زائد 8.67 على الاثنين مضروبه في ال 30، هلاقيها طلعت كام؟ 280 وشويه ارقام عشريه كده، ديكسور يعني من التقريبات، فبالتالي طلعت نفس الاريا اللي انا جايبها فوق. يبقى انا فعلا كده المساله بتاعتي حليتها صح، حافظت على الاريات وحولت الشكل الغير منتظم، الضلع الغير منتظم لضلع منتظم، وعرفت المسافه دي قد ايه. وبكده يبقى احنا ايه عملنا، خلصنا ان شاء الله الشيت رقم شيت الاريا والفوليوم اللي هو شيت رقم 7، شيت رقم 5 انا اسف.